السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. وكيف حالكم؟ وكيف انتم؟ وشو اصبحتم؟ يا مرحبا. من المتعارف عليه عادة يعني يكون صلاح منزل انا من فوق الساعة 8 8 وربع القطة قدامي، اليوم وايد متأخر ما ادري شو وياه. قلت البارحة حق بشكارة صلاح تخبط له خاشوقتين حلول ويا روبة وتغره اياها الصبح. الحلول الورق روحه ننسف ونطحنه يغدي شرات الطحين، ونخلطه شويه ويا عصير برتقال ولا ويا عصير اناناس ولا اي كان من العصرات هاي، لكن انا افضل الروبه يعني تازم بارد في المصير. وما يندرى بصلاح ان شاء الله مسوي به. هلا كريم الحين تريابه نشوف شو عيونه. بأي شكل تخيله عده طفل هذا صلاح وجاء يركض يبيك. صلاح صلاح انت وين؟ انا بالحمام يا حمام. ها؟ حمام حمام؟ صلاح انت في وين الحينة؟ بيت حصة. وانت جاي ياك بطنك وصرت بيت حصة. الحين صلاح وانت جاي عندي من الفلاح ياك بطنك وخطف في بيت حصة مدينة خليفة، صح؟ وحين وين؟ نعم وين صلاح؟ علينا روبة مراعب صار يده هو حمام. ايوة وشرب دواء. هي هنا عين طريق في زحمة زيادة طريق روبة مراعب. هبي نخرج في السيارة؟ لا لا. كم يبارك لين توصل؟ زحام الله. زين زحام يعني دقيقة ولا دقيقتين؟ دقيقتين. اليوم أبوي ريوقي ريوق معرس، أما محمد اليوم انبزتني مسوت اللي أبوي ريوق لا صار ولا استوى. بدون البيض هاك الصغيرونات اللي هالكبيرة ثمان حبات خبطوهن ويا فلفل بارد ما بلا يخبط بلا يخبط طرهن. زين ومشروم وفلفل بارد وطماط وما ادري شو وزعتر. يصير زحبة الجلية هاي كاملة شي تازم قوس 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 ما بنعيم. ها شوفوا الكسر بكسرته يكون من يذهب، ولان حبة التوست هاي البنية محمرة وزاهبة كوده وهذا الخليط كامل معاليها وبس وغدي فنان ويعني مجرد تغيير يعني لا اكثر ولا اقل، لكن وايد طلع فنان ولذيذ يعني عيبني. يوم شفته توقعت اني ما بيعيبني ابني، حتى قلت حق من كثر ما هو عايبني قلت حق الخدام ها ركزتي شفتي مدام شو سوت؟ قالت هي شفتي. قلت لها ثانك يو. هلا بالمعرس مذوي. يا ربي عليكم السلام. هلا هلا. شو شاف؟ وايد مشكلة. ليش؟ مال زي وين يجي بعد في طريق زحمة وازيد على الطريق مال اللي بعدين؟ بعدين عرق. هي. عرق يو أنا بعدين ريد زو. هي. عادي كيس. هي. ما يجي زو. موبايل ما يتكلم. ليش؟ صراحة ما يبي يتكلم تليفون؟ أنت كلام جواز الله. شو ياك؟ تعبان؟ نزك وايد. نزك وايد. كم كبر؟ والله العنق. تعرف ليش تي استوالك؟ لأنك ما تشرب ماي. You give him water or not؟ ليش ما تشرب حبيبي؟ واحد بس. لا لازم زيادة. جاي يشرب ماي؟ ما عنده مدرسة اليوم، سارة وراقوها. يلا بسرعة I'm hungry. صلاح أتسعيد؟ ما أدري بقى بادوس. لا أنا. صلاح
نطلع شلك هالغنية شيخة قول لي يا سلام تحبها انت صلاح حبيبي هاي ترمس ترى شلك مسج يعني السلام عليكم عليكم انت سيدة موعد ما يستوي حبيبي عيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير صباح الكشخة صباح الرزة صباح التزقريتة يا سلام عادة يومي يجي مسج من محكمة ولا من شرطة ولا من دار قضاء أكيد أن شيء فيه روع لكن المسج اللي يعني اليوم شيء فنان حتى اليوم ما كنت ناوي يظهر يعني من البيت عندي صلاح يايني وهدربان وسوارف تقصير دوب يعني خطف علي الوقت ومستمتع وياه يوم ياني عاد مسج المحكمة تغيرت الموازين وارتسمت ابوي الابتسامة من الشرق للغرب قلت هي ها فوقه المحكمة ولا عن مخاطي زين شو ياني تعرفون عاد انا ما اغبي عنكم شيء ظهرات اللي بهانس البهانس ما باللي حقي انا حقي وحق اخوتي يعني اللي يقول الورثة الله يغفر للوالدة ان شاء الله يرحمها وجنة النعيم يا رب العالمين البهانس هاي الين في وقت مناسب وين على ولمي يعني في شو بيصيرن انا بخبركم الحين في شو بيصيرن تشوفونها سيارتي مكمله تقريبا 6 سنين وهاي السابعه بس عليها فقيره قالت جيج اعتقني لوجه الله اعتقني وانا عاد تحيد ومتدخر بهين سات من كم من سنه وبحط ابوي عباس على دباس وبناخذ لنا سياره جديده ان الله راضي هب لازم سيارة من هاي الوقت أوزع عمري سيارة ما روم عليها لا باخذ شرات هاي ولا بنت عمها ولا بنت خالها من نفس القبيلة وحيدني من أدور باركن الله ييسر الأمور إن شاء الله أن الأمور بتتيسر إنزين خلي بسولف وياكم لين القط موقف إنزين أبشركم من القط باركن الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد هذا وأبدأ غمض برج حتى ما واحالي يكملكم الخروفة ان شاء الله هذاك بيدور مكاني ايه اشكر فنك انتم مبروكين ابوي انتم مبروكين شوف ما شاء الله من توقف المحكمه ابوي لان السياره بلن مالت نقل الليون العملاء ابدا غمض برج تيك السياره قبل ما يواحيلك شوف ما شاء الله الخدمه ابدا غمض برج عمار يا دار السلاطين عمار يا دار ما شاء الله تبارك الرحمن كل زين وكل واحد ترى وين يجسمون التشيكات وهاي الاشياء الاحوال الشخصيه حولوا ابوي المحكمه الجديده مبلى جديد يقول لك شوف بلاد من زينه عاطين بعد ابوي خدمه من يده جديد اللي ابوي يبى يسير اي مكان يتسمت عند الباب تي السيايير تشله باصات برسم الخدمه وامتزر الباس لين عينه حتى دقيقتين ما اخذنا ما شاء الله تبارك الرحمن الله يطرح البركه والله عليكم هالمبنى الجديد مال المحكمه اول مره هي هذا ما شاء الله تبارك هذا ابوك شيء عظيم هذا اكيد مثل مدخل رئيسي لكن اعتقد ان هذا مدخل جانبي مؤقت العلم عند الله يعني وحين جالس ويا ثريا الشيك صاروا يوقفونه لازم يوقع عليه 2 قضاة قضاء قاضي صايروني قاضي اكبر عنه في رمضان هذا اللي خطف كنا معزومين في مزرعه عيال حي الثاني بمرشد الله يغفر له في رمضان في العشر الاواخر رمضان الحين عاد تذكرت من ضمن الحضور كان واحد عاد المامر الناهي في احدى الوكالات من وكالات السيايد اللي في ابو ظبي قبل المامر الناهي لا عنده جميع الصلاحيات يشق يرقع ويامر ينهي يعني اللي في ديل قلم يعني بعد الشخصية هاي ما بينه وبين علاقة قوية وايد بينه وبين السلام عليكم وعليكم السلام عندي بأكثر من 15 سنة ما شفته وهو ريال في الناس قلت يعني ما يقصر أنا تخيل اتصل ما بينه وبين علاقة ما رمزت من 20 سنة الحين عقب 20 سنة
عسير اقول له سووا لي تخفيض ما يستوي انزين فشو بسوي بتصل ابويا محمد ثاني محمد ثاني بن مرشد هو ابوي كان عجيد القوم هاك اليوم فكون انه كان هو صاحب العزيمه وصاحب المزرعه فاكيد له الامر وله الشور يعني فبقول لابوي اتصل في فلان خبره ان ابوي محمد بياخذ سياره الفلانيه يسووا له تخفيض فنان وسعادة محمد ثاني ما بيقصر ما بيقصر ادري انه ما الحين اكيد هو يسمعني تقريبا نوع من الاحراج مسوي له ان شاء الله ما بيقصر ترى شيء احراج بطريقه مباشره وشيء احراج بطريقه غير مباشره فاحراج اليوم بطريقه غير مباشره وان شاء الله الله بيصخره انزين هذا سيري توني ظاهر من المحكمه مخلص انا من الصبح لكن التهيت ويا السنابات والله ويا لس ابوي متسمت ابوي وين الاستراحه يبخ علي هالكنديشن وخطف الوقت ولا دريت به والله يوم طالعت ولا هنتين ونص دق لي واحد من الربع يقول لي تدور الخصم من الشركه الفلانيه سر ابوي الشركه العلانيه بيعطونك اخر خصم يا ريال ابوي مدير الوكاله مال الشركه العلانيه ابوي لو تدور ذنب من ذنوبه ما عطاك هب خصم ذنب ما بيعطيك اياه لابوي هذا الرجال زين لسان وجليل احسان ويلقط الحاس من على ظهور الناس وين بتهون عليه البيزه هذا يوم يبي ياخذ سياره حق عمره من وكالتهم روحهم صعد قيمه السياره 30% وسوى حق عمره خصم 20% المراد يا جماعه الخير لمسخر الله سبحانه وتعالى ورب العالمين ان شاء الله بيسخر بو ثاني وبيرمس هل بالوكاله هاي لاكي وبيسوي لي الخصم